ظهر فيهم أمراء لا يحمدون البتة، مثل يزيد بن معاوية، فإن يزيد وقعت في حياته موقعتان كلاهما أعظم شؤما عليه من الأخرى. الأولى بلا شك استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه أرضاه في وادي الطف في كربلاء، ولا ريب أن الحسين بن علي سيد شباب المسلمين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم رجالات المسلمين، لأن الشهادة بالجنة لا تكون لكل أحد. جده لأمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب، وجدته لأمه خديجة بنت خويلد. فأنت أينما قلبت مجده أنار لك وأضاء لك الطريق رضي الله عنه وأرضاه، عطفا على حب النبي صلى الله عليه وسلم له. فالحسين قامة وأي قامة، وشهيد وأي شهيد، ورجل وأي رجل، وشجاع وأي شجاع، رضي الله عنه وعن أبويه، وجمعنا به بجنات النعيم. حبه دين وملة وقربة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. فهو بضعة نبوية وجهة مصطفوية رضي الله عنه وأرضاه. هو وأخوه الحسن وأمهما فاطمة من باب أولى. في عهد يزيد قتل الحسين، وفي عهد يزيد كانت موقعة الحرة. ليس بين أيدينا دليل بين على أنه أمر بقتل الحسين، ولكنه أكثر الأدلة تدل على أنه كان وراء ما وقع على يد مسلم ابن عقبة المري في هلاك أهل المدينة. وهاتان موقعتان هي خزي وعار في ملك بني أمية عموما، وفي ملك يزيد ابن معاوية خصوصاً.